انا اريد اقول اسمحوا لي في هذا الكلام ولتسمح لي الدوله تفضل. كلها فيما ساقوله المربع هذا تفضل. فيما ساقوله لاهلي والاخواني. تفضل. سيأتي يوم إذا انتهت الحرب بطريقة ما معينة لن تدخل الحديدة إلا ببطاقات كما يدخل الفلسطينيون القدس الضفة الغربية كما يدخل الفلسطينيون القدس عمال ويخرجوا يدخلوا بالنهار ويخرجوا بالليل. سيأتي يوم لن تتمكنوا من دخول الحديدة وأنا أقولها ليس من فراغ وما أنا أعاني الكثير وأعاني كثير كمحافظ من أشياء لا أستطيع أن أبوح بها. سيأتي يوم يا إخواني إذا لم تدخلوا الحديدة لن تدخلوها حتى في السلم إلا ببطاقة. سيكون هناك من يحكمها غير اليمنيين. شكرا جزيلا.